مشاهدينا بدي حييكم مع الحل عنا عبر الام تي في. طبعا كل جمعة نسمع عن يوم التفاح اللبناني، وبعرف في كتير بلدات لبنانية عم تستعد لها نهار، وفي بلدات عاملة مهرجانات، وبالتالي لما للتفاحة من قيمة عند المزارع اللبناني، وإديها التفاحة علمت ناس، وإدي كان إلى دور باقتصادنا الوطني. فنحن اليوم كمان رح ندوي على الموضوع، ولكن بالبداية معلومة. بمعلومتنا لليوم، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة أصدرت بلاغ بيقول بموجب المادة 43 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 المتعلقة بتعديل رسوم السير لجميع المركبات الآلية والرسوم التسجيل لدراجات الآلية الصغيرة ورسوم رخص السوق، حيث تم تخفيض رسوم امتحان السوق ورخص السوق ورسوم السير العائدة للدراجات الآلية الصغيرة. وعملاً بالقرار المشترك بين وزارة الداخلية والبلديات ووزارة المالية رقم 1637 تاريخ 13/9/2019 المتعلق بتعديل جدول تسعير مختلف أنواع وفئات السيارات والمركبات والدراجات الآلية للعام 2019، بحيث جرى بموجبه تخفيض الحد الأدنى لتسعير التسجيل الدراجات الآلية إلى حدود 500,000 ليرة لبنانية بعد أن كان يبلغ 1,000,000 ليرة لبنانية، مما ينعكس انخفاضاً موازن على رسوم التسجيل. لذلك تطلب هذه المديرية العامة من المواطنين الكرام الإسراع في تسوية أوضاع مركباتهم بصورة قانونية، وذلك حتى تاريخ 31/12/2019 كحد أقصى، علماً أن بعدها ستقوم القطاعات العملانية بالتشدد في قمع هذه المخالفات وتنظيم محاضر سير بحق المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية التي ينص عليها القانون. يعني رسوم التسجيل صارت للنص، يعني تخفضت من 1,000,000 ليرة ل500,000 ليرة لبنانية، وهيدي شغلة كتير كتير مهمة، يعني أنه يستفيدوا اليوم اللي عندهم موبيلات خصوصا. بننتقل إلى مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود، يعطيك العافية. يعطيك العافية ست ريبيكا، تحياتنا لكل المزارعين بلبنان، خصوصا مزارعي التفاح. بيوم التفاح اللبناني رح يكون برعاية فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، وبتنظيم وبدعوة من وزارة الزراعة اللبنانية. قدام مهم سبت 5 تشرين الأول محطة أساسية بكل بلدات وقرى لبنان على مساحة الوطن نشجع التفاحة. إنه السبت 5 تشرين الأول رح يكون محطة أساسية للتفاح اللبناني، رح يكون عرس التفاح اللبناني محليا حتى عند الاختراب اللبناني. وزارة الزراعة إيمانا منا بأهمية هالمنتج وباحترام المواصفات والنوعية، أحب تتنظم هاليوم اللي رح يرعاه فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل عون، حرصا منا على دعم مزارعي التفاح بكل المناطق اللبنانية. ورح يكون الحدث بيبدأ من 7 صباحا ل10 ليلا، ورح يشمل كل مناطق لبنان بكل المحافظات وكل الأقضية، حتى دول الاختراب رح يحتفلوا معنا بيوم التفاح اللبناني بهدف تسويق المنتج، بهدف إظهار الصورة الحلوة للتفاح اللبناني، بهدف تصريف الإنتاج، لأن احنا بنعرف مزارعين التفاح معاناتهم التاريخية بموضوع الأسواق المحلية والخارجية. إذا بدي أحكي محليا سعادة المدير، اليوم كل البلديات المعنية بموضوع التفاح منهم عامل مهرجان، منهم مثلا ببسكنتا ورح تكون لكم محطة، عنا رح يكون لكم محطة بخربة أنافار، بكفر دبيان، بأفقة، بالعقورة، ببعلبك، بتنورين، ببشري، باللبوة، بصغرتا، بترابلس ساحة النور، بالبترون. يعني هالمحطات قديش مهمة، وقدي اليوم عم تطلبوا من كل المواطنين والشركات والمؤسسات تساهم معكم بهالنهار هيدا اللبناني. بالوقت عن النشاط، وهالمحطة رح تترافق بالبلدات، بالمناطق، بالطرقات، بالمدارس. اتفقنا مع معالي وزير التربية على إصدار مذكرة للمدارس الرسمية والخاصة لسوق التفاح اللبناني بالمصارف. اتفقنا كمان مع جمعية المصارف بهالإطار. مثل ما حكيت مع وزارة الخارجية اتفقنا على الأسواق الخارجية
ومع وزير الإعلام على مؤسسات الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب. يعني حاولنا أنه كل الإدارات تشترك معنا، إدارات الرسمية، المؤسسات الحكومية، القطاع الخاص، المدارس، حتى نقول لكل لبناني يكون موحد الثابت حول التفاح اللبناني ويكون عم يدعم مزارعين التفاح، لأنه بقاؤهم بأرضهم مهم لنحافظ على المزارع ونخفف من الهجرة ونخفف من بيع الأراضي. بالنسبة للاغتراب كيف رح يكونوا مشاركين معنا سعادة المدير؟ الاغتراب معالي وزير الخارجية وجه تعميم لكل البعثات والسفارات الخارجية بتطالب من الانتشار الاغتراب اللبناني سوق تفاح بهاليوم وبالأيام اللي بتسبق وبتلي هاليوم، يعني اعتبارا من 21. ونحن معاونين كثير على الاغتراب خاصة من الدول العربية والدول الخارجية، نحن عم نبعث لعندهم التفاح اللبناني بهدف زيادة كمية صادرات التفاح، لأنه نحن اتكالنا كبير عليهم ونحن بنقول إنه نحن مغتربين، نحن هاو عم بيدعموا أهلهم ببقائهم بأرضهم. الجهة الثانية التفاح اللبناني نحن مثل ما قلنا إنه هذه أول يوم رح يكون عنده عدة أيام متتالية بالسنوات اللاحقة، بهدف إنه نقول إنه نحن مثل ما عم نشتغلنا بغير قطاعات رح يكون عندنا بالتفاح اللبناني محطة سنوية مع هالقطاع، يليها محطات فصلية حتى تكون مع مزارعين التفاح بكل أوجاعهم وكل مشاكلهم وكل همومهم. تقريبا قدي عنا إنتاج تفاح بالسنة تقريبا أستاذ لويس؟ حاليا نحن ما عندي رقم دقيق، بس أنا فيني أقول إنه التفاح اللبناني السنة المنتج عنده المنتج حامل منتج التفاح، ما بدي اعطي رقم دقيق لانه احنا بعد صحيح معك حق، لانه خصوصا في مناطق عندها انتاج كثير مهم، والسنه كلنا بنعرف سعاده المدير قديش الشمال انضرب التفاح عنده بسبب العواصف اللي اجت باوقات بالنسبه بشهر نيسان، بس اجى البرد صحيح، بس اجى البرد صار في كارثه على التفاح اللبناني، بتقش كانت الحراره مرتفعه وانخفضت بسرعه وصار في مشكلة على التفاح اللبناني، بس بدي أقول إنه إحنا بعدنا بأول الموسم منقدر الإنتاج السنوي بتشين الأول، آخر تشين الأول بتكون صرنا بنص الموسم، بس بدي أقول إنه بدي أدعي كل المجتمع المدني اللبناني وكل المواطنين اللبنانيين لاستهلاك تفاح لبنان، لأنه هذا برجع بقول إنه إحنا لازم نكون حد المزارع التفاح بكل المناطق. كتير منيح، ونحن أكيد رح يلاحظوا اللبنانيين على مساحة الوطن أنه رح يكون في حضور مهم كتير لضيافة التفاح للمناطق يلي بتنتج تفاح، رح يكونوا عاملين أشياء كتير حلوة لاستقبال الناس تشاركهم بهالنهار، وأكيد لكم محطات سعادة المدير مثل ما بعرف بعدة بلدات أنا ذكرت البعض منها، لأنه مثل ما قلت من 7 صباحا للـ10 ليلا رح تكونوا موجودين مع المزارعين مع الفعاليات مع كل الناس، حتى نقول قديش مهمة زراعتنا اللبنانية، إنتاجنا الوطني، والتفاحة اللي هي اللي بياكل تفاحة كل يوم ما بيستغني عن طبيب. ونحن بدنا نقول إنه نحن التفاح موزع على كل الأقضية والمحافظات اللبنانية، عندنا بشمال 23%، بعكار 12%، بجبل لبنان 26%، بالبقاع 12%، بعلبك الهرمي 22%، بجنوب النبطية 4%. السنة الماضية كان عندنا 150,000 طن تقريبا، يعني مش ما بعرف السنه قد ايه، وهالتفاح بشكل الصادرات الزراعيه 16% من الصادرات الزراعيه، واهم وجهه لنا هي الاسواق المصريه، يعني من هون انه 16% عم تكون انه اساسيه بهالموضوع. ثاني شيء نحن عندنا عم نصدر على الخليج، يعني مثلا بنصدر على مصر وبعدها بيجي الخليج وبعدها الاردن، يعني عندنا الاسواق العربيه والخليجيه اساسيه، على امل بعد ما نحل موضوع فتح معبر نصيب بين سوريا وبين الأردن نقدر أكثر نصدر، بعد ما نحل قصة الرسوم اللي عم تكون رسوم المرور بسوريا عم تصدر شيء عبر البحر، وصلناها معك كنا معك بالحلقة بالاستديو صحيح، موضوع رسوم النقل على الشاحنات اللي بتنقل الصادرات الزراعية للدول العربية والدول الخارجية عبر سوريا عبر معبر نصيب الحدودي بين سوريا وبين الأردن.
يعني كل هالجهود عم تنصب إن شاء الله وبتبين هيك حتى نشجع أولا زراعتنا وإنتاجنا اللبناني، ثاني حتى نشجع المزارع يكون داعمين له، خصوصا أنه مرات العوامل الطبيعية عم تكون كتير قاسي معه، وضع خزينتنا اللبنانية ما عم بقدر يعود له مثل ما كلهم بيتمنوا وأنتم بتتمنوا كمان سعادة مدير عام وزارة الزراعة. أنا بدي أقول لك يعني لبنان كله رح يكون مع فخامة رئيس الجمهورية بخمسة تشرين الأول بكرة السبت، حتى كلنا نعطي قيمة لإنتاجنا لهالتفاحة هيدي. وبدي قلكن أنه مشكور كل من يعمل لإنجاح هذا النهار، وأكيد إضافة إلى التفاح في إنتاج تفاح من مربيات من عصير من خل كلها رح تكون موجودة، حتى نقول قديش إلى قيمة هالثمرة هيدي اللي منفتخر فيها بلبنان. شكرا لإلك لويس لحود ولكل العاملين معك ولكل البلديات والقرى والمزارعين يلي رح يتجاوبوا ويلي كل من سيساهم بطريقة أو بأخرى بإنجاح النهار الحلو. شكرا لكم. فاصل ومنتابع. منتابع الحل عنا عبر الام تي في وباخد اتصال جديد. الو الو مرحبا. مرحبا معك كوثر حنبوري إعلامية. أهلا فيك زميلتنا. في عندي هيك رأي صغير ونداء إذا بدك للمعتصمين يلي على الطرقات وبيفكروا الطرقات وللمسؤولين بذات الوقت. نعم. صار أكثر من مرة بينعمل تحركات شعبية ونحن مع وأكيد مطالبهم محقة ولازم يعملوا، الوضع ما بقى يحتمل، بس في أكثر من انتقاد لإلهم. أول شيء منهم موحدين، كل واحد لحاله، في فوضى وأهدافهم منا موحدة، ويعني هاي الطريقة اللي عم يعملوه ما رح يوصل على نتيجة. إذا بدهم يوصلوا على نتيجة بدهم يتوحدوا بين بعضهم، بدهم يعملوا أهداف محددة ويحكوا فيها، هيك بهاي الطريقة ما رح يمشي الحال. بعدين أنا عندي سؤال وعندي نداء لإلهم، انه اذا عملوا تحرك حضاري مسالم ما بيوصل الصوت، ما بيوصل الصوت اذا ما عملنا فوضى واذا ما كسرنا واذا ما اقتحمنا واذا ما ولعنا دواليب وعملنا تلوث اضافي. ما البلد مليان تلوث، بدنا نزيد تلوث على تلوث. المشكله انه دائما طوابير خامسه عم تدخل وهي اللي عم بتكسر وعم تعمل هالشغب كله. للاسف بتكون الهدف هو اقتصادي معيشي مرير، يعني عبروا عنه، شفناهن، شفنا بعيون الناس الزعل، الخوف على المصير، الجوع شفناه. ولكن بالمقابل مثل ما عم بتقول يعني اذا نحن حرقنا دوليب ما عم نأذي حالنا، ما نحن قبل بوقت كنا عم نعتصم مشان البيئة. نعم. بعتقد نعم. انا بايتك بهذا الموضوع، انه المعتصمين هيدا حقهم وهيدا رأي ورأي تعبير سلمي، ولكن نعم. اللوم للي عم يستغل هالنشاطات هيدي والاعتصامات ليعبروا عن رأيهم بالشغب وبغيره من المواضيع للأسف. والشيء الثاني هو تسكير الطرقات. تمام. تسكير الطرقات عمين عم يفكروا، ما عم يفكروا على ناس مثلهم، عم يعينوا مثلهم ومتضايقين مثلهم. ما كل الوضع يعني انه مش مقبول. امبارح نحن انه اعلاميين بنروح لنعمل شغلنا، إذا بتسكر الطريق بتقعد ساعتين بالسيارة مزروبة لحتى يسمحوا لك تمر إيه، وبعدين شو هالدولة اللي مش قادرة تفتح طريق كمان، إنه كمان هيدي في لوم على الدولة. صحيح. يعني اللي صار الأحد كان شيء يعني مزعج، وحتى كمان أنا هون بدي حيي كل الإعلاميين يلي تعرضوا أكيد للمضايقات ولغيره، كلنا سمعناهم واستنكرنا معهم، حتى نقول الإعلامي عم ينقلكم الصورة، عم ينقلكم الصوت، عم ينقلكم مطالبكم بطريقة يعني كتير عفوية وبتعب، ما يفتكروا يعني أنه كمان فيها جهود كتيرة. أنا كمان نحن بنستنكر هذا الشيء. تظهر نحن تعرفي، بعرف أنه حدث كمان إعلامية اقتصادية بتتعاطي بكتير القضايا الاقتصاد والخدمات، إدي بيأسفك اليوم نوصل لهالمرحلة هيدي، المواطن اللبناني مش قادر يأمن لقمة عيشه. أكيد أكيد وصلنا لوضع مزري. وأنا مبارح بعدني عم أقول أنه شو ناطرين المسؤولين على أعلى المستويات ما بيعملوا اجتماع لمعالجة الوضع النقدي؟ يعني شيء مش مقبول بقى. 100%. مش مقبول.
مفروض يسمع صوت الناس الحقيقي لأنه هذا وجع حقيقي هالمرة. أنا بدي أشكر مداخلتك، شكرا لك، وبدي أقول بعرف أنه الاعتصامات والتحركات هي كتير مشروعة بلبنان وديمقراطية والإنسان تعبر عن رأيها، ولكن مش مسموح بقى أنه يخرق هالناس مشاغبين طوابير خامسة تخربت كل الموضوع وتضيع طبعا كل الأهداف من التحرك بأمور تانية كلنا منستنكرها، كلنا منستنكرها. تواصل بتواصل على فيسبوك الحل عنا. علي حمود بيقول رجاء التواصل مع المعنيين، أوتوستراد المطار من بعد جسر الكولا إلى المطار والنفق المطفي معظم الوقت، الموضوع السيارات المسرعة تقفز من جهة إلى أخرى وتسبب بحوادث قاتلة للسيارات الأخرى التي لا ذنب لها. نرجو الإضاءة على موضوع بوضع فاصل إسمنتي بارتفاع متر أو أكثر بدل الرصيف الذي يساعد السيارات على الانتقال من جهة لجهة وتسبب الأذى للغير، ويمكن مراجعة تقارير قوى الأمنية بعد الحوادث القاتلة بهذه الطريقة، وشكرا لجهودكم القيمة. على الأكيد اللي عم بتقوله يا علي كتير صح، وللأسف نحن عم نخسر كتير من الشباب ومن الأصدقاء ومن الناس اللي منحبهم بسبب بثواني بسبب هالأمور هيدي. سامر عليوان بيقول يلي عنده جواب أو حل، كل شهرين ببشمون بتجي الفاتورة هي ما في ولا ألف زيادة ولا ناقص، كل مرة بتجي نفس الفاتورة. بس زامر ما قلت لي فاتورة شو؟ بعت لي أكيد بعت لي ليحة بس ما عرفت، يمكن موتورات بدها تكون، بده يكون فاتورة موتور، لأنه مع اللي وصل لي سام بعت لي هيدا اللي عم تشوفوه على الشاشة هلا بتصور يمكن الموتور. جورج رزقلا بيقول غصن شجرة كبير الحجم عالق على عمود كهرباء مما يؤدي إلى حريق كونه يابس، بالإضافة إلى تلك الشجرة نحن عم نشوفها التي تسبب إلى تناثر الأوراق اليابسة وانتشارها على مداخل البلديات على مداخل البنايات والطريق العام. أرجو الاهتمام ومراجعة المسؤول عن العمود الكهربائي والشجرة، العنوان السبتية شارع رقم 4 بالقرب من معمل حلويات دانك. يعني للحقيقة كلنا بنعرف بلاد العالم ممنوع حدا يقص شجرة أو غصن بدون إذن البلدية أو المعنيين، فكيف إذا كان عم بهالشجر هيدا عم يكبر عم بيصير يعني عم بيأذي شوي البيوت الشبابيك وإلى ما هنالك، يعني هيدا بده تشحيل بطريقة كتير مرتبة، نحافظ على الشجرة ونشحلها من قصة. أنا أكيد نحن رح نهتم أولا بطريق المطار وكمان بموضوع هالشجرة بالسبتية، ولكن بالنسبة لمولدات الكهرباء للحقيقة يلي بيلاحظ أنه في أي يعني مش مقتنعين 1739 يعني حماية المستهلك هي حاضر تتلقى كل الشكاوى المتعلقة بهذا الموضوع مواضيع أخرى بتهم المستهلك اللبناني. بالنسبة لمتابعتنا كمان بموضوع الهيكلية، حي الهيكلية لبلدية رأس المسقى، رأس مسقى في الكورة، كنا حكينا عن موضوع الصرف الصحي كيف عم يدخل على مياه الشفة. للحقيقة اتصل فينا رئيس البلدية الأستاذ سيمون نخول مشكور، وقال أنه استقبل هو الأهالي ووجههم وقال لهم في أكثر من 40 بير منهم صالحين ما في لهم رخص، وبالوقت ذاته كمان في صرف صحي عم يتداخل بطريقة أو بأخرى، ووجههم نحو المحافظ حتى كمان التقى فيه المحافظ الشمال والقائم مقام الكورة عنده علم بالموضوع، لأنه ما رح ينتهي الوضع بشكل جيد إلا ما كل يلي منه